بناء على هذه الرسالة التي توجه بها فخامة رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد مؤخرا في البرلمان الإثيوبي، والذي توجه بشكره الجزيل وتقديره إلى الأشقاء في جيبوتي لوقوفهم مع الدولة الإثيوبية وتخفيف عبء ثقيل وكبير جدا عن كاهل الدولة الإثيوبية عبر التعاون معها في العديد من القضايا، ومن تلك القضايا التعاون بين الدولتين بما يتعلق بالاتصالات الإثيوبية والخطوط الإثيوبية وكذلك الموانئ الجيبوتية. وبالمناسبة نجدد الشكر والتقدير لهم، فهناك توافق في العديد من القضايا، وفي هذا الجانب يسعى البعض إلى طرح وجهة نظر مختلفة تماما. هدفه من ذلك أو أهدافه كثيرة، ومن تلك الأهداف الإيقاع والوقيعة بين الدول كما حدث في قضية سد النهضة. هناك من يريد أن يأتي إلى هذه القضية ويطرح وجهة نظر مغايرة تثير بعض الأطراف، بينما التوجه الإثيوبي يقوم على مبدأ الأخذ والعطاء، على مبدأ الاستفادة العادلة، على مبدأ الاحتياجات القصوى للدولة الإثيوبية ذات الأهمية الجغرافية، الجيوسياسية، السياسية، ذات الأهمية والدولية. نحن نعلم بأن إثيوبيا أحد اللاعبين الرئيسيين في مجال مكافحة الإرهاب، لديها قوات حفظ السلام، فبلادنا هنا تحفظ السلام وهناك تقود جهودا كبيرة لإحلال السلام عبر فض المنازعات، الوساطات المختلفة كما حدث في السودان وغيرها من المناطق الإفريقية التي مرت باضطرابات وأحداث وصراعات دموية لا زالت بعضها مستمرة حتى اليوم، وكذلك لا يزال الدور الإثيوبي مستمرا حتى اليوم في الجانب الآخر رغم ما نواجهه في الداخل من تحديات كبيرة جدا، ونحن على ثقة بأننا سنتجاوز هذه المراحل بجدارة واقتدار.